لكن عندما يقترن حديث السيد رئيس الجمهورية عن التقشف ومحاولة التبسيط، نعرف أن ميزانية الدولة تنقسم إلى قسمين اثنين، ميزانية التصرف وميزانية التنمية أو الاستثمار. الجانب الكبير اللي تشمل ميزانية التصرف هي كتلة في الأجور. لو عدنا قليلا في الأيام الأخيرة، أستاذ الاقتصاد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأستاذ النوري أشار إلى وجود أو حديث عن إمكانية تخفيض رواتب موظفي الدولة بنسبة 5%. إذا ما استحضرنا هذه أو هذا المعطى، ربما يتضح لنا المقصود من كلمة تقشف. التقشف باش يمس كذلك الاجور، لانه وقت اللي تبدا صعوبات جمه وكبيره ياسر على الدوله باش تلم ايرادات جبائيه باش تنجم تتواجه بها النفقات نتاعها، وهو الوضع الحالي مع كامل الاسف. فانه الى جانب التقشف، يعني الى جانب عمليات تنقيص في النفقات اللي الموجهه في جميع اوجه النفقات الدولة، من المحتمل أن الدولة كذلك تتوجه إلى التخفيض في الأجور، كما حدث في اليونان في السنوات الأخيرة، كما حدث في البرتغال في سنوات ما قبلها وقت اللي الدولة لقات صعوبات كبيرة. على كل حال، هو المعطى بتاع الأستاذ النوري هو اقتراح منه هو للتنقيص في الاجور ب 5% بالنسبه هذه، هو مقترح شخصي، ولكن مازالت ما تعاملتش معاه لا الدوله لا تعامل معاه حتى معناتها جهه رسميه. هو مقترح من الـ من الـ من الاستاذ يبين فيه اللي حقيقه الدولة تواجه في صعوبات كبيرة على مستوى الميزانية نتاعها، وعلى مستوى جلب الموارد باش نجم تكمل السنة هذه. نعم. في غياب القانون الميزانية التكميلي، مازلنا ما نعرفوش بالضبط كيفاش باش يكمل العام. الموارد اللي مازالت مطالبة بإحضارها وبإيجادها الدولة في حدود تقريبا 3.5 مليار دولار، ما زلنا ما نعرفوش بالضبط الدولة منين باش تستحضرهم. وربما الأخبار اللي تناولتها الصحف اللي تقول سنأتي لاحقا الوزيرة الأولى سي حسام إلى الخليج في محاولة لجلب بعض الموارد، ربما يكون هذايا من الاشياء اللي باش تعاون الدوله على تعبئه المواد باش تكمل السنه على القليله من هنا لاخر العام. سناتي على ذلك لاحقا في هذه الحلقه استاذ حسام، فقط بعجاله رجاء، الرئيس يتحدث بصريح الكلمه، يقول نستطيع ان نتقشف لاننا في معركه تحرير وطني. يعني المساله ليست يعني زله اتصاليه، وانما قد يكون وهذا ما فهمه البعض على الأقل، يعني تمهيد لم يشاء الصدمة، ولكن تمهيد ربما لسياسات قد تكون تقشفية وصعبة على مواطن يكابد غلاء الأسعار.